أمين محمود مساء الخير. يسعد مساك. هلا. أيضا وأيضا 24 أيار 2007 بعد أيام أيضا من بدء معارك نهر البارد قيادة الجيش مديرية التوجيه بتنعل رقيب الشهيد شوقي فرحان محمود اللي استشهد أيضا دفاعا عن سيادة وطنه لبنان. شو كان مركز الشهيد شوقي على أرض المعركة بنهر البارد؟ هو كوظيفته كان أساسا شوفير آلية مش محارب يعني على الأرض. نعم. أول ما وصلوا هناك على نهر البارد ما قدر يتحمل انه شاف رفيقه عم تحارب على الارض وعم تصاب على الارض وهو يضل بالآلية، فضل انه ينزل مع الشباب رفيقه يسكر الملالة، سكر كل شيء الملالة امن عليها وينزل مع الشباب رفيقه يحارب معنا على الارض مثله مثلهم. كيف استشهد خيك؟ عبوة ناسفة، حاطينه عبوة ناسفة كانت فوق الباب، هن عم يفتحوا المبنى، عم يداهموا المبنى يفتح المبنى، يضرب الباب بيردوا لنا الشباب بقول لهم لا زيحوا انا بدي افتح، ما كان خليهم، قالوا له انت عندك بنت انه مرتك بدها تولد خلهم عليه. ردوا لنا وراه وحب يفتح الباب، طلعت لعبوا فيه. من بعد ما طار رجع كمان قناص كمان بقوس رصاصتين بظهره. 4 اب 2014 قيادة الجيش مديرية التوجيه بتنعل عريف الشهيد نادر يوسف الذي سقط شهيدا في معارك عرسال الأخيرة. عبير ياسين أرملت العريف الشهيد نادر يوسف. مساء الخير. مساء الخير عبير. مساء النور. أهلا. عوض بسلامتك عبير. بأي تاريخ تواجد نادر بالمرة الأخيرة في منزله؟ صبح 2 أب خلصت مأزونيته ب 2 أب لحد تقريبا 8 ونص هيك هالوضع. قام عادي مثل كل يوم، لبس وضب أغراض وفل عادي، ما في شيء أبدا. وجهته وين كانت؟ على عرسال. بوقتها باثنين آب الساعة 8 الصبح شو كان الوضع بعرسال؟ ما لحد وقتها ما كان في شيء، لوقت عشي الساعة 12 ونص، بين 12 ونص والوحدة بهالوقت. تم اعتقال عماد جمعة على 12 ونص وعلى أساسها بلشت المشكلة. هو عم بيتوجه إلى عرسال آخر لحظات بالمنزل، بتتذكري شو قال لك شو قلتي له؟ أي أكيد، لأني أكتر شيء صار بدي يروح وما بدي يروح، لأنه آخر فترة قضى العيد معي مع ابنه. قال لي تعلقت كتير بدانيال، كتير هالمأزونية بشكل، وقت اللي كان رايح يعني ما بقى يسترجي يتركه ويروح، وصار يبوس فيه ويعبط فيه لدرجة أنا قلت له إيه تركه بقى موته حرام عليك. بس أنا ما كنت عارفه إنه كان عم بيودعه، فكرت إنه هيك مجرد إنه تبويس عادي، وحمل حاله وفل. بس قبل ما يروح على الباب يوصل شوي ويرجع، يروح يوصل على الدرج ويرجع على الباب يمسك ابنه ويبوس فيه. قال لي طيب خلص روحي خديه من وجهي ما بقى فيني اشوفه خليني روح. قلت له يا قبل ما تروح ليك اعمل له باي، كان ابني عمره 6 أشهر، وعمل له باي وحمل حاله وفل. قلت لي مرته بدها تولد، كان كانت بدها تولد مرته، وهو طلع على المخيم نهر البارد، طلع على المخيم وعارف انه مرته بدها تولد، يعني انه لك الذكرى شو بدها تكون حلوه على البنت، ومع كبر حياتها مع استمرار بحياتها انه هي خلت من هون وبي استشهد من هون ما شافها. نفس النهار؟ نفس النهار كان بي مصاب له يومين، بس النهار اللي طلع الخبر انه استشهد بي انه ولدت امها. نفس المستشفى؟ لا، هو اكيد ابن الجبل، بتعرف نحن ابن البروك، انا ابن البروك ابن الشوف، هو كان بمستشفى الملا بطرابلس. العائلة كانت مقسومة قسم الحياة وقسم الموت؟ بالضبط هيك، أنا وخي أسامة الصغير كنا بوعمتي بطرابلس، أخوتي البقية 2، وأمي وبيي عندها بالمستشفى بالشوف. استشهد وخلت بنته؟ خلت بنته. السبب انبسطنا فيها يعني، بس بهالوقت ما بتعود تفكر بولادة طفلي، أو مثلاً أو إنه بهالحياة إنه طفلة إجت على الحياة، بس إجت لا، كان أكيد الحزن كان أكبر، لأنه شو زمل بالطفلة إجت على الحياة منيح وما بتعرف بأي مين. اليوم عمره صار 7 سنين. أنا بس سبحان الله، يعني بني آدم إنه ما بيتذكر هيك أشياء وبيستوعبها، إنه صحوة موت أو غفلة موت ما بعرف شو بيسموها إلا وقت بتوقع القصة. راح على عرسال، صارت الساعة 12 ونص، بلش توتر بالمنطقة. لقيت اتصال منه، جربت تتواصلي معه؟ هو قال لي كيف دانيال؟ قلت له الحمد لله منيح. قال لي ما عم بيروح من بالي صورته، هو عم يضحك لي وانا رايح، كل من هون هو صورته بوجهي.
قلت له ايه كيف الوضع عندك؟ قال لي والله الوضع زفت ما بيسوى ابدا. قلت له كيف؟ قال لي في مركز تابع لنا تحت محاصرينه شي 30 عنصر، وهلا نحن منتشرين بالجرود ومناطرين نشوف شو بده يصير. طلعت انا انه من نفسه على التليفون حسيت انه متوتره شوي. قام قال لي لا ما تخافي ما تخافي، عم بيقولوا انه رائد. كيف نفسه على التليفون كان؟ يعني مثل معصب. قال لي طيب هلا لك انا بعدين بحكيكي، رجع حكيني بعد منها. قلت له كيف صار الوضع؟ قال لي ما تعتلي ما تعتلي هم مثل العاده. هلا شوي وبيهدى الوضع وبعدين لا عم بيقولوا كمان رائد. يعني هو على طول يا حرام ما بخليني اعتل هم شيء ولا بخليني اخاف من شيء. انت بالمقابل فتحت التلفزيون وبلشت تتابعي وتشوف المعارك. بهالوقت كانت مقطوعه الكهرباء العاديه والاشتراك كان بنفس الوقت مقطوع، كانوا عم يصلحوه ما بعرف شو عم بيصير فيه. لكن كان انت بس عم تاخذي المعلومات عم باخذ معلومات منه هو. هو كان نوعا ما عم بيطمنك انه الوضع بيطمني ايه بس هو إنه... ابدا الوضع ما كان بيطمن. رجع اتصل فيه قام قال لي قال ديري بالك على دانيال وديري بالك على حالك وخليكي اخت رجال. ولا مسكر الخط قال لي خلص هلا بعد شوي برجع بدق لك. بعد منا ما عاد حكيت معه. التهيت بابني، ابني بهالوقت نيم شوي. جيت عم ادق له ما بقى يرد علي، يعني ابني نتفي صغيره يا دوب نام ربع ساعه نص ساعه وفي. جيت دق له دق له دق له ما بقى يرد علي لانه طول علي شي نص ساعه ما دق لي. بوقت اللي فاق ابني فاق عم يبكي وعم بيصرخ. وانا ابني كثير رايق وكثير عاقل وبفيق ما كانه نايم ولا كانه شيء، كثير رايق. فاق عم يصرخ وانا صرت دق 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 وما بقى في القط وتليفونه مسكر. اي ساعه هي عم نحكي؟ هيدي بين التنتين تنتين ونص. هو حكينا على التنتين تنتين وعشرة تقريبا. وابني بلش يبكي وما بقى فيني سكته. يعني انا بقول لك ابني بوقتها كان حس بابو لانه اخر فتره بشكل تعلقوا ببعض ما بتتخيل قديش. كل قد ايه ضليتك جرب تدقي ويطلع الخط مسكر؟ على التكه. بس وقت اللي التهي بابني لشيله عن ايدي او مثلا لظبط له قعدته او شيء هوني ما اقدر احكي واتصل فيه. ضليتني على هالوضع لساعة تنتين بالليل. دقيت لقيت الخط مفتوح. اف فتح الخط قلت له ايه نادر كيفك طمني عنك ليش ما عم ترد علي؟ قال مين عم يحكي؟ قلت له مين انت مانك نادر؟ قال لي لا لا ماني نادر. مين عم يحكي؟ قلت له انا مرته بدي اعرف عنه شيء. قال لي نادر مشغول وما في يحكيك. اف وسكر الخط دغري بوجهي. مين هو هيدا؟ اكيد من اللي اخذوا التليفون لانه التليفون ما حدا بيعرفه الاراضي. والتليفون اكيد يعني مع المسلحين، يعني ما حدا غريب هونيك بهالمنطقه مين بده يفوت ياخده. يعني ردوا عليك يا داعش يا النصره؟ ما هن اثنيناتهم كانوا مع بعضهم متفقين بعرسان. فمين اخذوا منهم ما بعرف، لانه جوزي انا استشهد بقلب المليله وما حدا نقدر يوصل عليه للساعه 5 6 الصبح، هو استشهد بين الساعه 2 والساعه 3 الظهر، وقت اللي فقدت الاتصال معه اول مره. وقت اللي قال لي سكري وانا هلا بعدين بحكيكي، بوقتها مات، وانا ما معي خبر. والشهيدين اللي عم بيكتبون على التلفزيون انه انسقطوا شهيدين كان جوزي وعمر نحيلي. شو بتقلها اليوم عن بيا؟ شو بتسأل عنه؟ بتعرف وبتشوف له صوره بالبيت؟ عارف بتعرف انه ما يستشهد. شو بتسألك بهالعمر عن بيا؟ انه وين بابا؟ انه ليش ما اجاش؟ ليش؟ مزبوط بابا مات؟ شيراز شي شو ما احكي لك عنها بوصف لك اياها ما تتصور. لو انه شيرين كان زي كان عمر كبيره صاروا صبايا وبيصلوا على الموتوا. صاروا صبايا وبيصلوا على الموتوا. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.